خليني اقول لحضراتكم بعض الاخبار في للنادي الاهلي النهارده. كابتن الخطيب رئيسا لبعثه النادي الاهلي في المغرب. مجلس اداره النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين كان في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي، قرر مجلس الاداره ان يكون الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيسا للبعثه في لبعثه الفريق الاول لكره القدم للنادي الاهلي في المغرب في المباراه النهائيه امام كايزر تشيفز ان شاء الله اللي هتبقى يوم 17. وطبعا كالعاده الحقيقه كابتن خطيب خلال الفتره السابقه، لو حضراتكم تاخدوا بالكم من السنه اللي فاتت، حضراتكم فاكرين مباراه الهلال؟ كانت مباراه اللي كانت الهلال في السودان، كانت مباراه صعبه جدا، وكانت الاجواء قبلها والكلام ان لازم الهلال يكسب والكلام ده كله. كابتن محمود وانا فاكر الفتره دي لانه كان الكابتن محمود تعبان شويه، ظهره كان واجعه شويه الحقيقه، ولكن اصر على التواجد كرئيس للبعثه في بعثه من المفترض ان هي هتكون صعبه جدا جدا جدا، ولكن اصر ان هو يكون موجود. حضراتكم تتذكروا من شهر تقريبا او من اسبوعين كابتن محمود كان رئيسا للبعثه في جنوب افريقيا وفي قطر، في جنوب افريقيا في مباراه سان داونز، مباراه هامه جدا ومباراه صعبه جدا. وايضا كان رئيسا للبعثه من بعد جنوب افريقيا سافرنا على طول على قطر علشان نلعب السوبر الافريقي. وكالعاده الحقيقه كان الكابتن محمود الخطيب رئيسا لبعثه الفريق الاول لكره القدم للنادي الاهلي، وبالتالي النهارده مجلس اداره النادي الاهلي قرر ان يكون الكابتن محمود الخطيب هو رئيسا لبعثه النادي الاهلي في المباراه النهائيه.